ورجعنا من بعد الفاصل. ما رضيتش اتحرك ولا اعمل اي حاجه الا لما تبقوا معايا. اعيد معاكم عملت ايه قبل الفاصل، وبعدين نبدا نغلف اللانشون مع بعض ان شاء الله. جبنا نص كيلو فراخ، ربع دبابيس او اوراك مخليه، وربع صدور مخليه، فرمناهم الاثنين كويس قوي، بياض بيضه، ملح وفلفل ابيض وثوم بودره وبصل بودره، وحطينا فص ثوم مفروم كويس قوي، وقلبنا ورشه جزر ورشه جبنه بارميزان، وقلبنا كويس قوي. البارميزان غاليه، هنجيب جبنه رومي. ما في مشكله في الجبنه رومي، بلاش جبنه رومي خالص، في ضغط في حاجه بلاش جبنه رومي خالص. ممكن نحط نستبدلها باي خضار، ممكن نحط فلفل الوان، في عندنا بدائل كتير. الجزر حلو قوي صراحة ان هو يتحط فيها برضو. وحطيت على النار المية اللي هسلق فيها اللانشون، بصل وكرفس، بصل وكرفس وحبهان وورق لورو ومستكة وملح وفلفل اسود وبس خلاص افتكر ومعلقة خل. ماشي، انا هحط اللانشون هنا. بسم الله بقى، تاخد كل حاجة كده، ما نرميش اي حاجة خالص كده. جميلة، دايما بقول اللي اخترع السباتيلا دي هياخد ثواب الاكل اللي ما بيترميش من الناس بسببها والله. شيل دي بقى، نوطي على الشوربة. الريحة طلعت لوحدها، شوية بصل وكرفس وجزر عملوا ريحة من غير أي حاجة، ما شاء الله حاجة جميلة. أنا هبتدي هنا أفرد، عايزاهم يبقوا في سوا واحد، بس أهم حاجة تبقى مفرومة ناعم جدا. وممكن نحط فيه جزر، وممكن نحط فيه بقدونس، حلو قوي عشان الدهون كمان، لامتصاص الدهون حلو قوي. البقدونس ده حاجة جميلة، فيه فيتامين سي وفيه فيتامينات، وحاجة من عمايل ايدينا، عمايل ست البيت. انا دلوقتي هحط جبنة بارميزان، مش هستخدم ايدي عشان لمست الفراخ، هحط شوية كده في النص، ذوق النانيين، ونحط بقى جزر. انا من الناس اللي بعشق الجزر، الجزر ده بحب ادخله في كل حاجه، لان الجزر من الحاجات اللي في ماده او فيتامين اللي هو بيجدد الخلايا، فتجديد الخلايا دي من الحاجات اللي هو يخلي الانسان على طول شباب. في واحدة من الناس اللي خست معايا كنت قايله لها، نصحتها ان هي تتعشى، اغسل ايدي بس، تتعشى كل يوم برتقانة وجزراية. كانت بتقول لي ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ربنا يحفظها يعني، كانت بتقول لي ان جوزها وكل الناس اللي يعرفوها يقولوا لها انت خاسة بس وشك منور. كنت دايما اقول لها عشان الجزر، الجزر بيخلي الانسان، لان هو فيه مضادات الاكسدة، حاجه كده سبحان الله جميله. ومفعوله انا دلوقتي بقى هبتدي اقفل بالراحه. مفعول الجزر، الحاجه بقى اللي عرفتها مهم جدا ونتائجه حلو قوي لما بيتاكل من غير نشويات، يعني لما بيتاكل لوحده من غير نشويات، يعني ما ناكله في سناك وسط اليوم كده، حاجه جميله قوي. انا هلبس الجوانتي عشان انا حاسه ايه كل شويه همسك الفراخ واوريكم انا بلف ازاي بالظبط. نجيب وانت تاني عشان في واحد وقع في الارض. بسم الله. طبعا احنا في البيت ما بنلبسش جوانتي، بس احنا طبعا لما بنعمل لحد حاجه او كده، يعني في الفنادق لازم الجوانتي ده بيتلبس. انتوا عارفين في الفنادق بيعملوا حاجه، بصوا بقى هقفل ازاي، هحاول اقفل كده
واهم حاجة عندي ان انا اضغط من الجناب. في الفنادق هقول لكم بس على حاجة، في الفنادق الاحواض عندهم مش بيفتحوها من هنا حنفيات، بقى في حاجة بيدوسوا عليها من تحت عشان ما يلمسوش الحنفية بايديهم عشان التلوث. كده دلوقتي بقى نبتدي ايه عمليه الضغط. انا عايزه اقفله زي البونبوني. ريحه الحاجه ما شاء الله جميله جدا. بس هنشد جامد ونضغط نقفل جامد. بصوا شايفين الفراغات اللي جوه دي، انا بقفلها بالضغط ده، وهقفل من هنا كويس قوي. في ناس بتعشق اللانشون وفي ناس بتقرا عنه حاجات وكلام كتير بيضايق بتضطر تقطعه. طب وليه؟ ما احنا نعمله في البيت، ما هو بسيط وسهل وظريف اهو، ما خدش مننا حاجه. وهنقفل كويس قوي. بس عايزه اعمل حاجه عشان الكليمنج فيلم ده صغير مش عريض، انا كنت محتاجه واحد عريض. فهعمل ايه؟ هقطع كده وهنجيب كده عشان نقفل كويس الناحيه التانيه. هنبقى نجيبها واقفل كويس من الجنبين. وهقفل كويس. هحتاج ورق فايل. نشيل دي بقى خلاص. ورق فايل هحطه وهقفل بيه مره تانيه. الورق فايل ده عشان يحمي الكليمنج فيلم او الورق الشفاف اللي احنا حاطينه ده من الحراره، ومش هيوصل لللانش عشان انا ما بحبش برضو يعني استخدامات الفايل بالنسبه لي مقننه جدا. هقفل زي البونبونيه من هنا ومن هنا وعلى النار. بس دلوقتي بقى هغسل ايدي و هجيب همسح الاول هنا البلانشا كويس قوي. وهجيب شوية خل صغيرين احطهم هنا كده عشان الفراخ وقعت مني على البلانشا، ودي حاجة مضادة للبكتيريا فلازم عشان مش هعرف اغسلها في خلال الحلقة. امسح كويس جدا، وبعد الحلقة هتتغسل كويس قوي وتتساب تتنشف من غير ما نشفها بأي ورق. دلوقتي هنحط البتنجان على النار هنا يتشوي، الناحية التانية هحط بتنجانات تانية عشان الوقت، ونبتدي نحضر الخليط بتاع سلطة البابا غنوج. اقول لكم ايه هي صحيح عشان الوقت. هحتاج بتنجان اتنين بتنجان رومي متوسطين الحجم، هشويهم على النار بالشكل ده، وبعد ما اشويهم هسيبهم يرتاحوا خالص، وبعدين هشيل القشرة. لو مش عارفه اشيرها بايدي هستخدم ميه ساقعه كده بالراحه اقبل ايدي بيها واسحب القشره بالراحه خالص منها، وبعدين هعمل لها صوص كالتالي او هعمل لها تتبيله كالتالي. ثوم مفروم، وهنحتاج طحينه وبقدونس طبعا اهم حاجه،
ملك البابا غنوج البقدونس. محتاج هنا طحينه، عايز طبعا المفروض كنت احط ليمون بس يعني انا نسيت. حط شويه خل، عايزين تحطوا شويه مستارده هنا بتبقى حلوه جدا. حط شويه مستارده، مفيش مستارده. هقلب الدريسنج ده كويس، هقلب الطحينه بالثوم وهحط هنا ملح وكمون، شويه ملح شويه كمون. تقليبه كويس خالص، ريحه الكمون مع الطحينه بيعمل سيمفونيه كده. بصوا بقى هفضل ايه اقعد اقلب. في ناس بتعملها كده يعني، انا ماما وكل صحابي وكلنا اتربينا على الطريقه دي، وناس مش يعني ناس كتير قوي بتعمله بالطريقه دي، وفي ناس دخلوا في الفرن، في ناس بتشوحوا على جريلا، بس احلى طعم هو ده. يعني انا جربت كل الطرق الصراحه. بصوا هنبتدي نقعد نقلب، اول ما تبتدي القشره تبقى كده هقلب الناحيه الثانيه من هنا. ودلوقتي هحط هنا زيت زيتون، علقة زيت زيتون، ورشة بقدونس، وهستنى البتنجان لما يتشوي هفصصه خالص وأقشره، وبعدين هحطه في الخليط ده. وبالنسبة لللانشون هنسيبه على النار لمدة من 30 ل 40 دقيقة، وبعدين هنطلعه يسيبه يبرد خالص ويرتاح لمدة ساعة على الأقل، وبعدين نبتدي نقطعه وناكله بالهنا والشفا. وأول ما نستخدمه بعد إذنكم، بس من يعني نستخدمه بسكينة نظيفة متنشفة كويس، ونخلي جزء نتعامل بيه والباقي نشيله في الفريزر لما نحتاجه ننزله عشان ما يبصش مننا بسرعة. وعشان بس البتنجان لسه هياخد وقت شوية، فهوريكم الأطباق عاملة إزاي بعد ما تخلص بإذن الله. عملنا مع بعض سلطة البابا الغنوج المشوي، بتنجان شويناه وحطينا شوية طحينة مع بقدونس مع زيت زيتون مع ثوم مع شوية كمون. عايزين نحط شطة، يا سلام تبقى لطيفة قوي، بس لو في أطفال لأ طبعا. وأنا كترت البقدونس عشان أزود القيمة الغذائية، وعشان حاجة كويسة جدا لامتصاص الدهون، كويسة لمرضى القلب والسكر والناس اللي عندها مشاكل في الكوليسترول والناس اللي عايزة تخس. وعملنا مع بعض اللانش بالفراخ الجميل البيتي الصحي. ويا رب يكون الحلقه عجبتكم. عايزه اقول لكم حاجه بس، لو هتستخدموا اللانشون انا مش هقطعه دلوقتي خالص، انا لازم اسيبه يرتاح على الاقل ساعه، وبعدين هوريه لكم في العرض ان شاء الله وهو متقطع. بس اهم حاجه ان احنا لما نيجي نستخدمه، يعني لو هنستخدم جزئيه قد كده نقطعها بسكينة نظيفة وناشفة تماما، نقطع وناخد الجزء ده الجزء الصغير ده نخليه في التلاجة ونستخدم منه ونقطع منه ونخليه في مكان جاف وناشف، ونقطع بسكينة ناشفة والباقي نشيله في الفريزر لحد لما نحتاجه ونطلعه ونستخدمه عشان يبقى كويس ويعيش معانا فترة أطول. أشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله، وأي حاجة محتاجينها هتعرفوا توصلوا لي. سلام.